لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. الإفشين التاسع من سلسلة الأفاشين الأسبوعية، والذي يأتينا به البوق الروحي اليوم للمزمع أن يسافر بحرا. إلى الرب نطلب: يا رب ارحم. أيها السيد الرب إلهنا، كما سافرت مع تلاميذك ورسلك القديسين في السفينة وانتهرت عاصف الرياح وأمرت أمواج البحر بأن تسكن، أنت رافق أيضا في البحر عبدك هذا مع المسافرين معه في هذه السفينة، مسكنا كل ريح مضاد. أرسل لهم أهوية موافقة، وكن لهم ربانا مقصيا عنهم كل مكايد لصوص البحر. مر وارتضي بأن يعودوا إلى هاهنا سالمين فرحين، حاصلين على إتمام مقاصدهم حسب رغبتهم، لكي نفرح نحن أيضا معهم. امنحهم نعمتك في كل أعمالهم، صائرا ميناء خلاصيا هادئا لهم ولسائر المسافرين معهم في السفينة. فإنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين.